السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In today's lesson, we will learn to pronounce the Arabic alphabet with شدة. أبا أتا أتا أثا أثا أجا أجا أحا أحا أخا أخا أدى أدى أذى أذى أرى أرى أزى أزى أسى أسى أشى أشى أصى أصى أضى أضى أطى أطى أظى أظى أعى أعى أغى أغى أفى أفى أقى أقى أكى أكى ألا ألا أما أما أن أن أه أه أو أو أي أي جزاكم الله خير والسلام عليكم.